والله اكيد الحمد لله ان انا كويسه زي ما انتم شايفين، وقدر الله ما شاء فعل. حدث بسيط في الاصعب منه، احنا بنشكر ربنا ويعني الحمد لله ننظر الى ستر الله، ودي حاجه نعمه كبيره. وكل ما الناس عندها اصدقاء يعني جمال زي استاذنا ابراهيم الحساوي الفنان السعودي الجميل، يعني بيقدروه واقفين معاه وجنبه، عندي فريق معايا وجنبي، فانا محظوظه الحمد لله بالناس اللي حواليا واللي اقدر اتسند عليهم زي ما بيقولوا. فانا بشكركم جدا على الاهتمام، وانا الحمد لله بخير ومساله وقت، وان شاء الله بالادويه البسيطه والعلاج الطبيعي ابقى كويس. والله بقى دي خلقه ربنا، يعني انا ربنا خلقني كده قوية وبديني قوية القوه كده، واستاذ ابراهيم يقول لك قوية انا ربنا مديني قوه علشان الهدف الاسمى والعم والاهم، انه يعني ما فيش ناس كتير قوي بتدافع عن صناعه السينما، فربنا جعلني واحده من هؤلاء، فانا لازم افضل الى اخر نفس اعمل كده طالما قادره. وانا سعيده وفخوره بالدوره الخامسه من مهرجان الجونه، ومن كل النجاحات اللي محققاها والجوائز وكل المكاسب اللي طالعه من الدوره دي. I'm so sorry for the situation, but I'm so happy to be here with all our guests, our filmmakers, all the amazing projects that we have. And I also want to give it to the Bridge team again, and the Cineguna Platforms team, and our juries, everyone. Thank you so much. Cineguna is my favorite in the Laguna Film Festival. This is the real hub. This is the festival, Cineguna Platform. Thank you very much for everyone. Thank you for you, for making our festival the success that it is. I totally appreciate it. Thank you very much. Thank you. All our partners. Thanks a lot.